وزارة الداخلية استكملت امبارح فعاليات المرحلة 22 من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع الغذائية للجمهور بأسعار مخفضة بنسبة 60%، ده غير انه تم تحريك سيارات محملة بالأغذية في الميادين. خلينا نتابع تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع من خلال العرض التالي. كل اللي يحب بلد وبلد بتحبه كده، عايش اللي يخلي الناس تفرح بالشكل ده. حتى نهاية شهر رمضان المبارك تستمر فعاليات مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، التي أطلقت وزارة الداخلية مرحلتها 22 منذ أكثر من شهر لتوفير كافة احتياجات البيت المصري من سلع استراتيجية غذائية وغير غذائية بتخفيضات تصل نسبتها إلى 60%، تخفيفا عن كاهل المواطنين ومساندتهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم بأقل تكلفة ممكنة. بعد المبادرة عدد العاملين أو عدد العملاء عندنا زادوا بطريقة كويسة جدا، الناس بقت فيها عندها إقبال أحسن من الأول، بقى عندهم اطمئنان من ناحية الأسعار. التوفير بتاع البضاعة نفسه سواء من المنتجين أو من الشركات الموزعة خلى العميل مطمن إن الحاجة موجودة باستمرار وسعرها مناسب ليه في كل وقت، فبينزل بيشتري احتياجاته في أي وقت. فرح بلدنا كمان شهدت هذه المرحلة منذ إطلاقها مشاركة واسعة من كبرى السلاسل التجارية، حيث تتوفر السلع في 993 فرعاً لهذه السلاسل منتشرة على مستوى الجمهورية بجودة عالية وبالتخفيضات المعلن عنها في المبادرة. كما بدأت هذه السلاسل في توفير السلع التي ترتبط بعيد الفطر المبارك مع مد فترة المبادرة. قدمنا للمواطن بالنسبة لمناسبة عيد الفطر المبارك كل احتياجاته من لحوم ومن ملابس ومن سلع غذائية ومن كحك ومن بسكويت، كل احتياجات المواطن المصري اللي دخلت عيد الفطر قدمناها له بتخفيضات تصل ل 60%. انا جيت النهارده اجيب طلبات بيتي، لقيت مبادره كلنا واحد. طبعا المبادره دي موفره لناس كتير حاجات كتير قوي واسعارها كويسه، ووفرت للناس عيشه كريمه في ايام شهر مفترق، في ايام كلها خير، فربنا يا رب يديمها، يا ريت تستمر. بصراحه احنا بنشكره ان هو حس باللي احنا فيه بالموقف اللي احنا فيه دوت، فطبيعي لازم نشكر الرئيس على الخدمات اللي بيعملها لنا وبيقدمها لنا. مديريات الأمن بالتنسيق مع كبار التجار والموردين وأصحاب السلاسل التجارية بنطاقها قامت بطرح كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية من خلال السلاسل التجارية والشوادر وقوافل السيارات، وشهدت إقبالا كبيرا من المواطنين على الشراء في ظل التخفيضات الكبيرة في الأسعار. امتدت المبادرة بتخفيضاتها إلى الميادين الرئيسية بالمحافظات من خلال قوافل من السيارات وجهت إليها محملة بكافة أنواع السلع الاستراتيجية، لكي يستطيع المواطنون الاستفادة من تلك التخفيضات في تلبية احتياجاتهم اليومية. بالنسبة للقوافل في إقبال شديد من المواطنين، الأسعار مخفضة بنسبة كبيرة، فإحنا بنبقى يعني سعداء إن المستهلك بيقبل على القوافل لأن معانا أسعار مخفضة بأسعار كبيرة جدا بخصومات كبيرة. مبادرة جميلة جدا وإحنا بنشكر الرئيس، ويا ريت المبادرة دي تستمر يعني. والله دي فكت أزمة علينا، والعربيات دي فكت أزمة كويسة جدا وبجيب حاجات رخيصة أوي. أنا بشكر كل القائمين على هذا المشروع. المشروع ده مشروع ممتاز جدا، يا ريت يستمر، يا ريت يستمر، وخاصة إنه بيقف في ميادين حلوة. ما بين وفرة في المعروض من السلع وتخفيضات الأسعار والمشاركة الواسعة من السلاسل التجارية والكيانات الصناعية في مبادرة كلنا واحد، يتحقق ما تسعى إليه وزارة الداخلية من خلال هذه المبادرة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لتظل هي المبادرة الاجتماعية الأهم التي تتجدد لتحقق هذا الهدف. ده الحب ده مش بالساهل، بس انت فعلا تستاهل. انت فعلا تستاهل كل خير. استمرارية مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر رمضان المبارك بهذا الحجم الكبير من المعروض من السلع المختلفة وبتلك التخفيضات الكبيرة يؤكد على المصداقية التي حققتها المبادرة منذ أطلقتها وزارة الداخلية في مرحلتها 22 بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين. عبدالله بركات، التلفزيون المصري.